بذمتك دي الوان حد عنده ذوق يختارها؟ يا لطيف سفيري بات سفيري بات. اقلب بقى شوف انا اخترت ايه. لا حلو حلو. عشان كده انا لازم افض الشراكه بيني وبينه، ذوقه عمره ما هيتفق مع ذوقي، بس انا برضو رايي اللي هيمشي. يا عم خلاص عرفنا ان انت مش اناني، ده عمرو دياب صح؟ اه الهضبه. حط حاجه لراشد الماجد. ماجد؟ اه بس انا مش مود راشد. ايوه وانا قاعد معاك ومود راشد. وانا مش انا رايي اللي هيمشي حط حاجه لراشد. ما تحطش حاجه لراشد. يا دان دان اللي داني داني واويلو، ابعد عن الشر يا عمري وغني له. يعني انت مو عاجبك ذوقي؟ اه هتمشي رايك عليا؟ بصراحة الليلة دي همدانا يدي عليك وزا كل الدنيا يدي ويغمى عليك. ويلو ويلو يا سواد ليلو ويلو وحكايتك ايه يلي. طب تعال 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 جاي لك وهعلق على الحيطه اللي وراك دي. لا 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 تكفى، بس انت بتعلقني من جد علقني بره. هقول لك ايش رايك في الجدر؟ عجبني جدا، ولما لمستها لقيتها تحفه غريبه، مع انه كنا دايما عكس بعض. كنا دايما عكس بعض. مودك صار عمره؟ اه. ولسه في احلى واحلى احلى واحلى الحيطه يا سحرها. تتجنن؟ اه الحيطه دي ممكن اتعلق عليها عادي. لا لا علقني عليها. لا والله عشان خاطر معجوز اهو. بس شوف كتالوج تشييد في الوان واشكال جديده ومميزه، وبرضه ممكن تبيعك انت وشريكك.